ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، نظم مجمع اللغة العربية بالشارقة مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عن إنجاز غير مسبوق يتمثل في طباعة 127 مجلدا من المعجم التاريخي للغة العربية، وهو الذي يهدف للحفاظ على الهوية اللغوية بجانب توثيق مفردات التطور في اللغة. المعجم التاريخي للغة العربية هو ليس معجما عاديا بقدر ما هو معجم يتتبع الكلمات منذ الاستعمال الأول لها من عصر ما قبل الإسلام، وكيف تطورت هذه الكلمة أو دلالة هذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة في العصر التالي، وهو العصر الإسلامي، ثم بعد ذلك العصر العباسي، وبعد ذلك عصر الدول والإمارات، إلى وصولا إلى العصر الحديث. هذا هو المعجم التاريخي. الحضور أكدوا على أن اكتمال المعجم التاريخي والانتهاء من طباعته هو حدث هام للأمتين العربية والإسلامية، حيث تعد اللغة وعاء حضاريا يحمل تاريخ وثقافة الأمم. مشروع اقتضى مادة مالية وتكلفة مالية كبيرة، وها هو الحلم تحقق، وأصبح للعربية معجمها التاريخي في 27 بعد 100 مجلدا للغة العربية. هذا وقد أشار البعض لأهمية وسائل التواصل الاجتماعية الحديثة ومدى تأثيرها في إنجاز هذا المشروع الضخم. نحن نتواصل من خلال المنصة، يعني أنا أعرف أن مثلا الخبير فلان قد وصله هذا الجذر الساعة 8 من يوم الجمعة 21 دقيقة و19 ثانية، فلذلك أنا أدخل على المنصة بعد 2 3 أيام أذكره بإنجاز الجذر. وهذه المسألة الدقيقة الخفيفة، لولا التكنولوجيا ما استطعنا أن نجمع هذا الكم الهائل من الألفاظ والدلالات. الجدير بالذكر حضور العديد من الشخصيات الثقافية البارزة والتي أثنت على هذا العمل وأكدوا على أهميته في الحفاظ على توحيد الجهود العربية. تأكيد على إعزاز الكتاب وتقدير لأصدقائه وأحبائه، جاء معرض الشارقة الدولي في دورته 43 معلنا عن اكتمال المعجم التاريخي للغة العربية، في إشارة إلى أن الكتاب هو صانع الأمم والحضارات. من دولة الإمارات العربية المتحدة، عمرو عبد العزيز، أني للأخبار.